ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له. لا سمي له، يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة. وليس معناه لا سمي له ما أحد يسمى باسمه، لا، يسمى باسمه الخلق، مثل العزيز ومثل الملك ومثل، يسمى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في الحروف والمعنى، لكن لا يوافقه في الكيفية. فمعنى لا سمي له يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل أحد يساوي الله جل وعلا في أسمائه وصفاته؟ لا، المخلوق عنده علم، لكن هل علمه مثل علم الخالق؟ لا، علم المخلوق قاصر وخاص به، وعلم الخالق خاص به سبحانه وتعالى. وقس على هذا. نعم.